لي فواياجور تونيزيان جماعه الفواياجولوج الكل. هذايا حبيت نوريكم المطار نتاع اديس ابيبا. شوفوا المطار من برا، شوفوا المطارات الكبار، شوفوا الناس كيفاش تستقبل الزوار تاعها. وهاتوا نوريكم الصفر كل الاخضر هاني كركب في الفليجه، وداخلين للترمينال هذا جديد نتاع اثيوبيان لاينز، من اجمل واشب ما تشوفها. باش نكمل نصور لكم الداخل. هذا الدخله نتاع المطار، هذا لا بيزنس كلاس لا حتى شيء، راهو هنا عادي. تو لي باساجي يلزون لو ميم دووا. وكيما تشوفوا كيفاش الصعود للمصعد، والمطار كل شيء يعمل الكيف. هذا الدخله برك، مازلت ما صورتكمش من الداخل. ثانك يو سو ماتش، اتس فيري بيوتيفول. شوفوا المطار ما شاء الله، والله العظيم سي ان جويو افريكان، معناها تحفه افريقيه باتم معنى الكلمه. يوريك اللي شعوب وقت اللي تحب تخدم تخدم راه. وكان تشوفوا اديس ابابا راه كيما حكيت في الفيديو الاخر، في وسط البلاد عندهم فقر، عندهم مشاكل، عندهم انت تتصور في بالك الكل. لكن يا خويا حطوا شباب يخدم على روحه وبدات الدهك. الشباب هو الحل، الشباب هو الحل. واللي شاد الان اثيوبيان ايرلاينز، واللي شاد كيما تقول انت لواسيان نتاعهم دي جون. شوفوا لي جون كي يبداو جايين، خاصه يبداو جايين من برا وعايشين مع الدنيا ويشوفوا في الامور. شوفوا المطار كيفاش من داخل، شيء يدوخ، شيء يدوخ، نظافه وعفافه، شيء عالمي. تعرفش معناها عالمي، ان ايروبور اكستراوردينار، عمري ما ريت كيف. تحفه تحفه، صدقني ما تقولش اللي انت في افريقيا بكل، مع كل احترامي لافريقيا اللي ولات دوله كبيره ياسر، ولات مش دوله، قاره كبيره ياسر. شوفوا النظافه، شوفوا شيء يشعل شعلان، والحمد لله. وان شاء الله انا نشوف، جو سوي اوبتيميست، اوبتيميست دون لا سورت، انه مادام عندنا دي جون في تونس، ودي جون اللي ولاو يشوفوا ولاو يخرجوا لبرا وخالطوا الشعوب المتحضره، واحنا شعب متحضر غير الله غالب، عندنا ظروف نمروا بها. وقت اللي تخالط الناس وتتعلم من الناس، والشباب هو اللي عنده الاراده يكذب عليك، راه الباقي كله زايد القرر ماذية والشياب. واللي مع كل احتراماتي انا بابا شايب وبابا كبير، لكن نقصد الشايب في مخه، واللي ما يحبش يتبدل، واللي ما يحبش يطور، واللي ديما يقعد متقوقع على روحه. هذا كله، هذا كله هو اللي سبب تعاسة تونس، على خاطر مطار كيما هكا. علاش احنا ما عندناش مطار كيما هكا في تونس؟ شنو يمنعنا؟ عندنا الدماغات، عندنا الامكانيات، عندنا راهو الامكانيات، وعندنا الفلوس، وعندنا الخيرات السبعه الكل. لكن اللي ما عندناش هو العقليه، اللي للاسف ولينا شعب محبط، شعب ديبريمي، شعب ما ولا يجلد في نفسه، على خاطر للاسف اللي شدوه ردوه هكاكا، ما شجعوهوش، ما وراوهوش قدراته، ما حسوهوش بال 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 بالقوه نتاعو، بالمناطق القوه نتاعو. هذا كله للاسف خلى انه ولينا شعب ديبريمي. لكن لازمنا نفيقوا على ارواحنا، وبقدره الله باش نفيقوا على ارواحنا ونرجعوا كيما كنا واحسن برشا. هيا الى اللقاء. هذا المطار نتاع اديس ابابا جديد، ترمينال، شيء يعمل الكيف.